اهلا وهلا ومرحبا في حاجات مش عايزين نتكلم عنها، بس مضطرين للاسف نتكلم عنها. الدراسه، اول ما قلت الجمله دي بتبدا كده تشم ريحه منبه الساعه 5:30 الفجر، اللي هو اصلا بيبدا من 5 لحد ما ربنا يسهل، يعني قلت 9 مثلا. مع العلم المحاضره اصلا بتكون الساعه 8:30، يعني انا لو صحيت 9 هصحى بس عشان اجلد ذاتي تقريبا. ولو انت تافه ده هيكون المنبه بتاعك. يا صباح الرعب، الساعه 6 وعلى المقيمين خارج مدينه الرعب المحافظه على فروق التوقيت. درجه الحراره في الظل 25، وده كويس للزواحف، واحتمال يبقى جو هايل لكسل في السرير او النوم، او اقول لك الاحسن عمل تمرينات للمخوفاتيه. اصحى يا شلبي. ولو تافه اكتر هيكون ده تلا بلا 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 بن تلا بلا 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 بن تلا بلا بلا بن. اصحى خالي اطفال بشنط اكبر منهم اللي هي بتتجر وتتكسر دي. لانش بوكس. تعملي ايه يا ماما النهارده في اللانش بوكس؟ زحمة المواصلات، النوم الساعة 8:30 في المحاضرة او في الحصة، ولو ساكن جنب مدرسة فصدقني دي بيكون حاجة في منتهى العبثية. انا بقى جاي اتكلم عن الدراسة من وجهة نظر وحط نقط، وهنملى النقط دي دلوقتي. الدراسة من وجهة نظر الطالب العادي. كوباية القهوة على الريق، الفطار اللي هو برضو قهوة، سناكس بين المحاضرات والدروس برضو قهوة، فتلاقيه دايما باستمرار بيحاول يفوق نفسه، بس النتيجة بتكون ضميري يصحى وانا عايز انام. الترم كله بيكون عبارة عن ناس حلوة. ايه الناس الحلوة دي؟ اكلة طعمة، يلا يا طعمة، باي باي، وقاعدة رايقة. وقبل المادة بيومين بتكون الزنقة الوحشة. الدراسة من وجهة نظر اصعب طالب في مصر بيكون حاجة شبه كده او كده. حياتك بتكون عبارة عن مسطرتي او سلاك تعقدها بيخليك انت شخصيا تتعقد، شتات واسايمنتات وبروجكتات تجيب الكافيه والمرض والبلطو. واه عندنا في هندسه في بلطو بيلبسوه اخواتنا بتوع كيمياء او بتوع هندسه طبيه. بالمناسبه حد يعرف حاجه اسمها هندسه طبيه اصلا؟ انا شخصيا ما كنتش اعرف حاجه زي كده لحد قبل ما ادخل الكليه. انا ما اعرفش انا بشغل دماغكم بحاجه زي كده ليه. انا اسف. الدراسه من وجهه نظر اصعب طالب في مصر فرع القاهرة الجيزة. ولا انا مش بركب ميكروباص اللي هو مشروع لو انت اسكندراني، نو اوفنس، مفيش تفرقة عنصرية عندي هنا في القناة. اللي انا بقوله ده مبنى عمارة، او للدقة تحت مبنى عمارة، والبسين اللي فاضي اصلا بس هو موجود، بطاطس زيت دكتور عين، مش هنقول بقى الاسم عشان انا حابب اتخرج بسلام من الكلية دي، يا رب ما حد مهم يشوف الفيديو ده. ورا الشمس يا اسطى لو سمحت، انا على الاقل ايه بس يعني الموضوع عادي يعني متيسرة ان شاء الله. نرجع لموضوعنا ودكتور عين اللي اكيد ساب في حياتك اثر. ايه ده؟ هو اثر عموما يعني. الدراسه من وجهه نظر طالب حلوان بل شعرك عشان ما يجيلكش ضربة شمس، 2.5 متر تقريبا كل يوم، وصن بلوك عشان ما تروحش تعمل تام في الكليه، وبس كده. الدراسه من وجهه نظر المدرسين، حرفيا انت فرحتك بالاجازه بتكون نفس فرحه المدرس بالدراسه، لان هو علميا شايفك كده، هات الدرس ده هات الدرس ده. الدراسه من وجهه نظر المدرسين بس بتوع تالتة ثانوي. مليونير مليونير بكرة هبقى مليونير. 70 في قول 200 في 8 بتساوي واو. بنشفت كارير ازاي مدرسين تالتة ثانوي لو سمحت. الدراسة من وجهة نظر الكرتون ده في حالة لو كرتون قديم. اصحى اصحى قوم اول يوم مدرسة. مش عايز اروح المدرسة، عايز انام. مش انت يا بابا انا. دوت في حالة بعد 2002. الدراسة من وجهة نظر انا. ايه؟ معلش معلش هنعيد بس عشان انا كنت نسيت. كلاكيت تاني مرة. وفي النهاية لو عجبكم النوع ده من الفيديوهات بحاول اخفف فيه شوية عن توتر الفترة والمرحلة بان الدراسة داخلة والصياح لسه هيبتدي. ممكن بقى تكتبولي تحت ايه تاني ممكن نتكلم عنه من وجهة نظر ناس او اشخاص
او حتى حاجات جماد. ولو انتوا بتشوفوا الفيديو ده من على فيسبوك ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو بتشوفوه من على يوتيوب ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زرار الجرس، وده اكونت انستجرام لو حد عايز يتابعني هناك. وبس كده، سلام. يا ربي على الدوشه، يعني بصور بالليل مش نافع، بصور الصبح مش نافع. ايوه صور امتى يعني؟ عمو زنقت معاه قوي انه يسخن عربيته تحت بيتنا. كفايه صياح كفايه صياح كفايه صياح.